وللفقيد الرحمة التي انتقلت من دار الفناء الى دار البقاء. ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم. فلنقرأ الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الفقيدة ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. سيدي يا رسول الله عذرا إن قصرت في وصف جمالكم فإن جمالكم لن يوصف. فهل من قديم ذرة من نوركم زين بها الرحمن يوسفا؟ والله لو جهن العباقرة كلهم في وصف احمد لن تعرفا. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. يكفيني رقيا في السماء العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيني ان البدر نوره يخسفا ونور محمدا لن يخسفا. مرة اخرى من هذا المكان القرآن الكريم. وخير ما نستهل به لحظاتنا الطيبة لو هو القرآن الكريم. جبريل اتى بالكتاب وقال اقرأ يا طه وسلتجيب. تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوة فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالدول الإسلامية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي القارئ والمقيم بالخور تابع مركز ومدينة أشمون محافظة المنوفية. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه
القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه. طه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما القرآن لتشقى إلا تذكرة
إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
ذاك حديث موسى. الله لا إله إلا هو هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بي
إنني أنا الله فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى
فخلان عليك فخلان عليك فخلان عليك فخلان عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحي إنني أنا فخلان عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحي Thank you.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعي. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي واضم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. قال خذها ولا تخف. تخرج بيضاء
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
صدق الله العظيم. كل شيء في الدنيا وله حد، ولكن حلاوة القرآن الكريم ليس لها حد. حقا أيها السادة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالدول الإسلامية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي، قارئ ومقيم بالخور تابع مركز ومدينة أشبون محافظة المنوفية. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.